Bonjour tout le monde, salam alaikum, azul fellaoui. Donc, lui, on est raja alaikum pour mettre aux choses, pour mettre certains points, enfin, certaines choses au point. Bon, aïtoli, gataam, les abonnés, taoui, gaelo li, belli, kain, nas khorin, nakilkom al nas, ani li halin les pages Facebook ou kulch. Donc, l'hizab menchouf. الشيء اللي نمت فيه المعلومات اللي نمت فيهم سليزا ديرانجي هما طول حياتهم مولفين يبيعوا في الطبلعيت الكذوبات على بالهم باللي الناس ناقصين شوية يعني في سكون أبل لا ليكتور جوريديك دان ارتيكل دو لوا ما مش قادرين باش يفهموها دونك كي يتصلوا بهم قال كو فو دير سو ارتيكل المادة هذه واش راهي تقول هو في ذاته موش فاهمها ما يقدرش يفهمك فيها زايد على يديك حتى ولو كان فاهمها يقول لك هذه المادة هذه ما ماهيش في صالحي انا كي نعطي لهم المعنى تاعها تما راحين يبقاو يتهربوا ما يعطيوناش الدوسية تاعهم سكي فهمناش راحين نخدموا على رواحهم راني نقول لكم يا الناس باللي هادو ما يهمهمش في يسونفيش que vous ayez la nationalité ou non, a dit que ils s'en fichent royalement. Mais là, l'yom, l'yom raha n'zaid n'wadah l'kom, wesh il ma'na, ta l'article 21-14, ou ta l'article, avec d'em comme l'hna, l'article 30-3, l'article 23-6, l'article 21-2, l'article 21-13, la possession d'État, la perte de la nationalité, l'article 21-2 de Zouez et l'article 21-13 par possession d'État. Donc, Hadoukoul, Moujoudin, Inch'Allah, Fahim comme Mlih, Wajil Manataha, donc, Alawish Rahim Nibdaou, Lyon, bon, Asdanan Kharjil comme. Donc, voilà, le Mouzoua Ta Lyon, c'est. L'article 21-14. L'article 21-14, wesh igoul, qanoun. Qanoun, ta, code civil, article 21-14. Donc, 21-14, ada, kima l'kizaba hadou li rahom gaden yidirou fi les vidéos en ligne, ou igoulkom, si ada CNF, ou yikizab alikom, ou yikhrot, ou ma kesh menha, etc., etc., ماذا بهم يجيبوا البيان قانونيا كما راني ندير هكا راكم تشوفوا هاد لي زارتيكل هادو راهم تابعين دالوز سي لو كود سيفيل ارتيكل 21-14 تاع لي جي فرانس هاد القانون هذا ما كتبتوش انا تاع فرنسا هما يهضروا بالفم تحبوا انتم تتبعوا الكذوبات تاعهم تحبوا تتبعوا القوانين تاع فرنسا ها وين موجودين قدامكم بون واش يقول الارتيكل 21-14 يقول لك لي بيرسون كي اون بيردو لا ناسيوناليتي فرونسيز دونك هما حاطينها الناس لي وضروا الجنسيه انت كي يعطيو لك الارتيكل 30-3 واش قالوا لك قالك خسرت الجنسيه لا واش راهم يقولوا درك نعت لك واش يقولوا يقولوا لكم فوالا Igoululkom, vous êtes irrecevable à faire la preuve que vous avez par filiation la nationalité française. Mais gagnoulek, je belli rakhsart el jinsiya. Fem ta khoya. Donc, le mot d'ordre de l'yom, raha najbdelkom l'insan, li gaad igoulkom belli. Ay wad. اللي ما عندوش لا بوسيسيون ديتا مي المستحيل باش يمدوا له المساعده قضائيه نقولكم بلي هذا المسيو هذا سي ان مونتور وموش مولا ميتي سوني ني ان افوكا ني ان جوريست كاش كلوشار نقولها لكم هكا بعد سي ان كلوشار ما حبي ياكل خبز على روحه الله يسهل بالك عنده رخصه تاع ايكريفان بوبليك
يكري الرخصة هذيك تاع الكريفان بيبليك، أي واحد في الجزائر يقدر يديرها. الكريفان بيبليك هذه تبع الدراج تاع الولاية، الملف تاعها تاع الكريفان بيبليك وين تلقاوه؟ تلقاوه في المينيستير، لو سيت دو مينيستير دو لانتيريور تاع الجزائر. باش تولي الكريفان بيبليك واش يطلبوا عليك؟ طلبوا عليك النقمة تاعك، سيرتيفيكا دو سكولاريتي، ما يطلبوا عليك حتى ديبلوم. لكن عندك سيرتيفيكا دو سكولاريتي نيفو سيزيام مقبول، زايد تصويرة، زايد اون دوموند مانوسكريت، تتفحل دراك ويعطيك اون اوتوريزاسيون ديكزيرسيس دو لا بروفيسيون ديكريفان بوبليك. بون بيان سور لا بروفيسيون ديكريفان بوبليك اللي انكادري، واش يقولوا لك؟ يقولوا لك الناس هادو واش خدمتهم؟ انت ما تعرفش تكتب بالفرنسي وعندك وثائق موجودين في الخارج في فرنسا، كي عاد انت اللي تكتب بالعربيه ما تقدرش تفسر بالفرنسويه، تروح عند ليكريفان بوبليك هو يكتب لك البريه، سواء يدير لا دوموند دو روتريت سواء يكتب لك ريكلاماسيون، هذه خدمته. بصح باش ليكريفان بوبليك يدخل روحو في موضوع تاع باش يهضر مع الجوج ولا يكلب للجوج ولا يقابلو كل دولة، هذيك ماهيش خدمتو. دونك العوام هادو الكل لاحظت بلي بزاف جماعة اللي بعثو لهم سكون ابل لي رفو، لي رفو دو سي ان اف ال جي الواش. فوالا نعطي لكم مثال، هذا دار اون دوموند، وقت دارها دارها في عام 2015، في عام 2015 عندنا خبر بلي لو بول ما كانش لو بول دو لا ناسيوناليتي هذاك الوقت، كانت موجوده 30 رو دو شاتو دي رونتي. دونك دار لا دوموند اون 2015، رجعوا له لو 19 ماي 2017. واش قالوا له؟ سو كوفير دو كونسولا جينيرال دو فرانس ان نبا، فوت دوموند دو سيرتيفيكات دو ناسيوناليتي فرونسيز، دوسيي نيميرو كادا دو ديسيزيون كادا كادا. Madame, un certificat de nationalité française ne peut pas vous être délivré. Et Godlik, en effet, vous revendiquez la nationalité française par filiation maternelle. Had le mythel, had le ranin metfe, had le ben nisba, mara demandat el jinsiyat ta mouhat, se ma mouhara hi françaouya. Wesh igoulou? Igoulou vous-même, résidez à l'étranger, se ma ben nisba lihom. طول حياتكم انتم ساكنين في الخارج، عمركم بالعمر ما حطيتوا رجليكم في فرنسا، او الام تاعها اللي عندها الجنسيه حتى هي عمرها ما حطت رجليها في فرنسا بين 62 حتى 2012. لهنا يقول لك et ceux de vos ascendants susceptibles de vous avoir transmis la nationalité française sont demeurés fixés à l'étranger depuis plus d'un demi-siècle. Depuis l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Et il dit, Enta, Mouk, n'aviez pas constitué de possession d'État de français pendant cette période. Bon, il dit, vous êtes donc irrecevable à faire la preuve que vous avez par filiation la nationalité française en application de l'article 30 du Code civil. Donc, l'article 30 du Code civil, Hadli Monterel Kzebehedou. حوسوا يعني ذراع ذراع لازم يسكرو كيك سينو ما يبردش قلبو، ويزيد يكريتيكي، يقول لك هذاك السيد سي ان اف فيزا او يراكونت نابورت كوا ومنا يعني نشوف فيهم انا كيفاش قاعدين يبلعطوا في الناس. دونك انني نقول لكم كاين فرق بين vous êtes irrecevable، هادي زي القانون تاع فرنسا اللي يقول 21-14، واش يقول اخي؟ يهضر حتى هو على الارتيكل 30-3. ها هادي ما درتهاش. دونك لي بيرسون كي اون بيردو لا ناسيوناليتي فرونسيز، كاين فرق بين كي توضر الجنسيه تاعك، سمعت، كاين فرق بين لي وضر الجنسيه وكاين فرق بين لي ريسيفابيليتي، سي با لا ميم شوز. لهنا يقول لك انا ما نقبلش الدوسيي تاعك، ماذا بيك؟ يقول لك سوبوندون
قالك هو شغل انت عندك حقوق باش دير الجنسيه على حساب مواليك، ولا هو يدبر عليك لو سيرفيس لا ناسيوناليتي تاع فرنسا يدبر عليك زعما غادو الحال ما حبش يمد لك الحقوق تاعك، يقولك بصح عندك حق si les conditions de recevabilité هاو لو بيج وين si les conditions de recevabilité les conditions de recevabilité تاع الارتيكل 21-14 واش يقول؟ يقولك اول حاجه لازم تكون كراك، لازم تعرف تهضر بالفرنساويه كي القاوري، ما تعرفش تهضر ما يمدلكش. ثاني حاجه لازم مواليك يكونوا ساكنين في الخارج والضل طال هابط عليهم مع فرنسا ما يشتمد في لي فيزا، من المستحيل باش تعطي لهم بيان باللي راك طال هابط على فرنسا وما قطعتش العلاقات مع مواليك. الحاجه الثالثه attendez voir j'ai inscrit là ce qu'il faut bon la déclaration eh on bad qui dir la demande tak ma dirhash el baris lazem dirha el nantes c'est le ministre de l'intérieur هو اللي يعطيك بصح الملف تاعك منين يفوت يفوت على يد القنصليه القنصليه راح تخلص عليها 5500 55 يورو ويديروا لك ان اونترتيان يعيطوا لك دونك القنصليه كي يعطيو لك لافي فافورابل عندك 50% ماهيش حاجه مضمونه. والحاجه الرابعه واش يقول لك؟ يقول لك الوزير تاع فرنسا وزير الداخلي كي دير انت الطلب تاعك على الارتيكل 21-14 واش يقول لك؟ يقول لك حتى ولو كان شروط كامل اللي يكونوا موفرين ما تسلوش، لكن طلعت له ما يعطيلكش ما يعطيلكش. هذه كيفاش يسموه؟ اون ابل سا لو بوفوار ديسكريسيونير. دونك انتوما كونوا شويه انتيليجون. كيفاش هادو تاع فرنسا ما حبوش يقولوا ما حبوش يعطيو لكم الحل كيفاش راح ينتفريو المشكل هذا تاع الارتيكل 30-3 خاطر ماش علاش عندها بزاف لي زارتيفيس القوانين بزاف وكان قوانين اللي ياكلوا قوانين اخرين. واش يدبروا عليك؟ دبروا عليكم بياج طيشوكم ال 21-14. حنا قلنا كي دير لا دوموند بار سي بار فيلياسيون هذا هو حقوق حقوق 100% بس كي تروح ل 21-14 راهي مزيه من فرنسا ما يمدوها لكش. وهاد الناس هادو اللي قاعدين يكذبوا ويحلوا في فمهم غير يجيبوا لنا واحد برك في هاد العشر سنين هادو اللي فاتوا واحد برك فرد واحد اللي دار لا دوموند على حساب 21-14 ويكون ساكن هنا في الجزائر وعطاوه لهم. راهم الوف تاع الناس اللي داروا لي دوموند هادو غلطوهم واحد ما عطاو له كان اللي يقعدوا له عامين ثلاثه. زيد بزياده كي تطلب الجنسيه الماده 21-14 المده تاع الجواب ما يفوتش 6 شهر، لا كان فاتت 6 شهر دوسي تاعك صايي طيشوه. دونك يقول لك من تحت لهنا كتبها لك بالكبير ومن تحت بالصغير si vous entendez contester la présente décision il vous appartient de former un recours gracieux vous pouvez également saisir le tribunal de grande instance mais dans ce cas la représentante servie par un avocat inscrit au barreau est obligatoire donc hado ta le pôle de nationalité ou la ta le consulia lo kan andhom khabar belli ma andekch haqq bach tat3am dir recours gracieux ou la bach dir avocat bach jib el huquq ta3ak ma yektebha lekch كان يحط لك ديريكتومون ارتيك 21-14 هذه راهي تبرى من عندهم. نقول لكم يا الناس لي دار لارتيك 21-14 لو دونجي تاعها سي كو كي تفوت تطلبها على حساب لارتيك 21-14 غدوه كي يرفضوا لك الجنسيه ما عادش تقدر تولي اون اريير. نهار اللي تفيق بروحك باللي راهم طيحوك على نيفك تقول لي تولي ها هو واش داني نطلب انا الجنسيه بالمزيه كيفاش حقوق تاعي ما حبوش يمدوهولي راحين يديروا فيا مزيه. لو كان عينهم يديروا فيك مزيه
يمدوها لك من ضربة الأولى. تما وين راح توزني؟ لا، لارتيكل 21-14 رانا قلنا سي ان بياج. لارتيكل 21-14 لمن يصلح؟ يصلح الإنسان اللي ساكن في فرنسا، عنده لا ريزيدونس في فرنسا، وما حبوش يمدوا له الجنسية بارفيلياسيون ماتيرنيل. هذه الأولى. ثاني، يكون غامق، يكون حافظ اللغة الفرنسوية تري تري بيان، خاطر ماشي ما يديروا له اونترتيان في لا بريفيكتور اون فرونس، يعيطوا له يقولوا له ارواح، يشوفوا بلي يعرف يهضر وخدام في فرنسا ويسلك الغرامة تاعو كل ثم. هذيك ساعة هذا اللي ساكن في الخارج من ممكن يستفيد بالجنسية الفرنسية على حساب المادة تيري 14. بس بالنسبة للناس اللي راهم ساكنين في الجزائر باش يطلب الجنسية بالارتيكل 21-14 راني نقول لكم 100% ما يمدوها لكمش. وهاد لي زيكريفان هادو اللي راهم قاعدين يديروا بون حابين يكذبوا على ارواحهم، معليش بصح كي ما قدروش يقنعوا الناس ولاو يهضروا في سي ان اف فيزا، يقول لك هذا لو مسيو سي ان اف فيزا كذاب ما كاش منها وما يعطيو لكمش، ماهمش رايحين يمدوا لكم المساعده القضائيه. لا لا، نعطي لكم مثال لهنا. هاد الانسان هذا امراه، دونك ها واش بعثوا لها؟ قالوا لها فوزاتي ريسيفابل افير لا بروف. سما هذه مادام كتبوا لها الارتيكل 30-3 كيف ما يمدولهاش؟ ما يمدولهاش المساعده القضائيه. ما لحنا واش درنا؟ بعثت لي الدوسي تاعها، ها فوالا، بعثت لي الدوسي تاعها روتار تريبونال جوديسيير دو باري بيرو ديت جوريديكسيونيل ديسيزيون دو 25/5/2021. هادي 25/5 واش من تاريخ؟ تاريخ تاع لو 25 ماي 2021. واش يقول لك؟ لا ديسيزيون ديت جوريديكسيونيل. هما على واش يرفض لك وعلى واش يعطي لك؟ ها عندهم عده قوانين، عندهم قانون 91/647 دو 10 جويي 91، عندهم القانون 98/11/63 18 ديسمبر 98، عندهم لي زارتيكل 16 و 22 دو لا لوا 91/647 دو 10 جويي 1991 ريلاتيف ا لايد جوريديك. دونك يقول لك لو بريزيدون ستاتيون لو 25 ماي 2021 سور لا دوموند بريزونتي لو 28/4. شوفوا مليح، 25/05/28/04 شحال عندها؟ ميم با شهر بور طلبت باش يعطيوها المساعدة قضائية في لا بروسيدور سويفونت سي ان اف كونتر مينيستير بوبليك دوفون تريبونال جوديسيير كونستات كو لو دوموندور رامبلي لي كونديسيون فيكسي بار لا لوا. بصح لي كونديسيون فيكسي بار لا لوا هما عطاولها الارتيكل 30-3 لو كان ما عندهاش حق ما يمدولهاش المساعدة القضائية. ها accorde l'aide juridictionnelle totale pour la procédure ci-dessus à compter de l'acte suivant. Demande d'aide juridictionnelle et jusqu'à l'acte après exécution. Dit que le bénéficiaire sera assisté par etc. etc. Donc, هذا الإنسان هذا بالك 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 يقولوا يقولوا لكم او ما كاش منها ويكذب وما نعرف واش etc. etc. هاد الانسان هذا موجود، ها فوالا سي لا ميم بيرسون. هادي دي الاخر لا دات دارت لا دوموند تاعها 2015 رفضوه لها 2017. بون وقتاش درنا لا دوموند؟ درناها 2021. شحال قعدت؟ شهر ديريكتومون. فوالا هاو لافوكا بوريس. بون نزيد نحكي لكم على لافوكات بوريس. لافوكات هذه واحد ما كان يسمع بها، وانا اللي درت لها لا بوبليسيتي سور انترنت، ولاو هاد لي زيسكرو هادو دركا يا اخي العرب واني لقاو خيط لازم البلاصه هذيك لازم يحرقوها ما يخليوهاش ترونكيل، ما كانش حاجه يعني فوالا يفو كي الغري لا سورس. لكن راحين يستفادوا بها 4 5 ولا 10 من الناس لازم هو يحرقها ديريكت باش واحد. دونك
ولا تشكات لي لافوكات قالت لي مسيو جو نسي با سكي سباس جو ناريت با دو ريسيفوار دي ايميل دالجيري هم يقولوا باللي انت اللي راك تبعث فيهم. انا راني ما بعثت حتى واحد وراني ما مديتش يعني الميل تاعها هاد الناس هادو. دونك عيط لي واحد قال لي كان واحد يكريفان بيبليك من منطقه تيزي وزو هو اللي قاعد يعكس فيك هو اللي قاعد يصيد في الناس على الارتيك 21 تيري 14 خاطر ماش الارتيك 21 تيري 14 هذاك بالنسبه ليهم خبزه جديده. حسبوا نتوما هادي اون 2020 بالنسبه للجزائر 20000 دوموند يا 20000 دوموند كي اون ايتي روجيتي على جال واش على جال لارتيكل 30-3. دونك هاد الناس هادو اللي طلبوا الجنسيه ورفضوها لهم على حساب لارتيكل 30-3. تسمى في رايكم نتوما هاد الناس هادو راهم في 20000 هذا عام 2020 هادو اللي راهم 20000 بيرسون 20000 دوموند ايماجيني 20000 دوموند يروحوا كل يديروا 21-14 خلاص تنات منهم فرنسا ما عادش يقدروا يطلبوا الجنسيه بعد ساعه خاطر اي نون دووا كا ان سول ايسي. دونك راني نقول لكم اتونسيون فيت تري تري اتونسيون هادي سي تا مونسونج. حنا راحين دركا نشوفوا واش يقول لارتيكل 23-6. بون شفنا لارتيكل ها لي بيرسون كي اون بيردو لا ناسيوناليتي فرونسيز اون ابليكاسيون دو لارتيكل 23-6 خاطي 30-3 يقول لك ا كي ا ايتي اوبوزي لا فان دو نون ريسيفوار بريفو بار لارتيكل 30-3 باف ريكلامي. نتوما جبدو لكم 23-6 ما جبدوها لكمش ما جبدوها لكمش خاطر ماش غدوا كي تروح تطلب الجنسية par rapport à l'article 21-14 يقول لك اعطيني جوجمون تاع العدالة اللي تقول باللي راك وضرت الجنسية انت راك ما وضرتش الجنسية هادي راهي سي لو ترافاي دو جوج سا نا ريان افوار مع الكريفيي. دونك عندكم لا يبقاو يبلعطوا فيكم هاو لارتيكل 23-26-3 واش يقول يقول لك دون لو كا وين لو مينيستر او لو جوج خاطي الكريفيي ها هو مكتوب لهنا لو مينيستر و الجوج و لي ما يشوفش مليح نزيدو نكبرو له الكتيبة فوالا article 26-3 le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de 6 mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de 16 ans, etc. etc. Le délai est porté à 1 an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2. C'est l'article 21-2. La nationalité française du conjoint. Français. Bon. Écoute, conditions générales. Acquisition de la nationalité française à raison du mariage. Article 21-2 du Code civil. Écoute. Le délai de communauté de vie est porté à 5 ans. Bon, votre conjoint est français ou un dossier NF. Laisse-moi qu'on a un dossier NF. La carte d'identité française ou un dossier NF. Laisse-moi qu'on a un dossier NF ou laisse-moi qu'on a un dossier NF ou qu'on a un livret de famille. Bon, ça, c'est qu'on a un dossier NF. Lorsqu'on a un dossier NF, on a un dossier NF, on a un passeport حمر. المرتك واش يقول لك يقول لك le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante selon sa condition de la langue française dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixées par décret. Donc le niveau تاعهم يقول لك على الاقل على الاقل على الاقل يكون عندك نيفو 6e. Voilà. Donc هذه يعني معلومات صحيحه على واش هضرنا هضرنا على الارتيكل 30-3 الارتيكل 23-6 الارتيكل 21-14 هاد الماده هادي الماده تاع بيج الماده تاع كي يحبوا يسقدوا الواحد اللي كيديوه يطيحوا على نيفو يقولوا له روح ل 21-14 هادي الدباره تاع
الجريفيه، الجريفيه سي با ان جوج، الجريفيه هو انسان اداري ينتقدوك كي تروح للبلديه يقول لك المير ولا يقول لك اللي يخدم في الكيشي ما عندكش حق، ويعطيك ورقه يقول لك ما نمتش، واش دير انت؟ هي تروح تشكي عنده كيل الدوله تقول له عندي حق وما حبوش يمدوا لي، ثم وكيل الدوله يحكم عليك الملف ويتفحل الجوج، جوج هو اللي يقرر اسكو عندك حق ولا لا. جوج عمرو بالعمر ما يقول لك روح دير 21 تيري 14، يقول لك جيب لي البيان، جيب لي بيان برك دير ملف صحيح وروح دير لافوكا باش تدي الحقوق تاعك. ناس اللي عطاو لهم لو ريفو بارابور لارتيكل 30-3 نقدر نقول لكم 99% عطاو لهم المساعده القضائيه، تعطات لهم وما عطاو لهم لا جوريديكسيونيل توتال 99%. اللي ما عطاولوش ناس اللي ما تعطات لهمش لا جوريديكسيونيل سيك الدوسي تاعهم فوس، ما عرفش يركب الدوسي تاعو. وكي تبعث اون دوموند دات جوريديكسيونيل لكن ما جاوبوكش على شهرين، في مده شهرين غير عاود دوموند اخرى، خاطر ماشي يقول لك لو سيلونس دو لادمينستراسيون فرونسيز ابري لو ديلي دو دو موا ايكيفو ان ريفو اكسبليسيت. دونك سي كلير. دونك هذا هو الموضوع تاع اليوم. اليوم الموضوع تاع اليوم معني سي لا اون ريبونس او جون اللي راهم يعرضوا فيكم باش تروحوا تطلبوا الجنسيه على حسب الماده 21-14. تيري 14 هذه لمن يديروها، يديروها للناس اللي وضروا الجنسيه. انتم واش يقولوا لكم؟ يقولوا لكم وزات ايريسيفابل افير لا بروف. بصح كاين فرق بين وزات ايريسيفابل وكاين فرق تاع راك وضرت الجنسيه تاعك، سي با لا ميم شوز. هاهم لي زيسكرو هادو قاعدين يلعبوا بكم بالاخر تاعهم، يقول لك نو هاو قال لك انا ما عندكش حق ومنا وكلش. Vous êtes irrecevable à faire la preuve que vous avez, par filiation, la nationalité française, en application de l'article 30. Alors, je vais te l'écrire l'article 30. Même si je vais te l'écrire l'article 26-3, 23-6. 23-6, c'est avec Wichigoul. Et Goul, Belli, lorsque le juge aura constaté la perte de la nationalité française, il y a tout le courage, Belli, ça y est, recouvert le jinsia. بالورقة هذيك باش هذيك ساعة تولي تنقز ال 21-14. بصح لي يروح ال 21-14 راني نقول لكم ما يمدوها لكمش 100%، راح تخسروا صورتكم وتخسروا الوقت، وسورتو سورتو واش تخسروا؟ تخسروا الحقوق تاعكم تاع سي ان اف بارفيلياسيون. علاش؟ 21-14 راهم يمدوا فيها بالمزية. كيفاش انت رحت مرة الأولى دومونديت لو سي ان اف بارفيلياسيون حقوق تاعك هذا وحق ما حبوش يمدوها لك، ومن بعد يوليو يمدوها لك هكا هايا معليش هاك نعطيوها لك. هذه ما كانش منها فرنسا ماهيش دولة ميكي. دونك لارتيك 30-3 الحل تاعها سي لا بوسيسيون ديتا. لا بوسيسيون ديتا الناس ماهمش فاهمينها، مامش فاهمينها. لا بوسيسيون ديتا يحسبوا فيها ورقه هكا تجي من عند. دونك قلنا لا بوسيسيون ديتا عندها الحلول. لارتيكل 23-6 هذا ثاني عنده حل. لارتيكل 21-2 تاع الجنسيه بالزواج هذا ثاني عنده حل. ولارتيكل 21-13 بار بوسيسيون ديتا. دونك نحكي لكم على الموضوع هذا. المادة 21-13 واش يقول؟ هاو قدامكم لهنا، لي يحب يدير الجنسية على حساب المادة 21-13 موش 14-13 واش دير؟ لازم دير اون دوموند دو بوسيسيون ديتا امام لو سيرفيس دو لا ناسيوناليتي دو كونسولا. واش تبعثو؟ تبعث المايل برك. Ou l'objet taha, c'est pour une demande de souscription à la nationalité française suivant la possession d'État selon l'article 21-13. Bon, had le mada hadi ala bali ma yishrahat gis neskol basa kain gata nes li andom li passeport ta fransa li andom li carte d'identité ta fransa basa ma habouch yidirou lhom CNF. Donc, had l'insan hada andou mou, andou babah, andou jeddou عندو كوارت
اللي يقولوا باللي عندي عنده الجنسيه. دونك كي تجيب الورق هادو تاعهم نقولوا مثلا ان تيتر ديدونتيتي كي يعود اون انسكريبسيون كونسولير مثلا اون كارت دو فوت اكسيتيرا اكسيتيرا واش تحطوا لهم. Il faut expliquer que vous avez tous les éléments de possession d'État et à ce titre, vous demandez à souscrire au 21-13 en demandant le dossier à fournir en main. Ou en tekteb, haul mail taham, nationalité.alger-fslt@diplomatie.gouv.fr. Voilà, khouti, ma trochou à droite, ma walou. ما تضروش بلي زيكريفان هادو اللي قاعدين يزعبطوا. ما لي زيكريفان يعني ربي يسمح لي يخدم قد قد. كي نقول لي زيكريفان بوبليك ما نهضرش على لي زيكريفان كامل. فوزا إل إكزيست أون ألجيري دو تري تري بون زيكريفان بوبليك كي فون لور ترافاي سيريوزمون كي سون لا بور إيدي لي جون. بصح الباقي هادو تاع المناطق ما نزيدش نسميهم هم معروفين اللي قاعدين يبلعطوا في الناس وحلين لي باج فيسبوك ومدايرين دي فيديو. هاد الناس هادو سو نو سون با دي زيكريفان بوبليك سو سون دي بروفيتور. راهم حلين لي باج هادو ويغنيلك وين انت تكون حصل في حاجة هو يسهلها لك ما يصعبها لكش. يقول لك ايه كاين ثغرات. هاد الكلمة هادي اللي سمعتها بزاف في لي ريزو سوسيو كامل راهم يقولوا ثغرات. هادي كذبة. فرنسا ماهيش تاع الثغرات. فرنسا عاد تمشي بالقوانين ما تمشيش بالثغرات كما راهم يقولوا. سبحان الله. يعني قاعدين كين سورة ذراع لازم ينطر منك حاجة. دونك مي شيخ فرير الجيريان ماروكان تونيزيان و دو توت اوتر بيي فات تري اتونسيون افو ذيوباهم يدورو راهم قاعدين يقبرو فيكم. اي واحد اللي موش فاهم القوانين يقدر يتصل بنا او يروح سور لي موتور دو ريشيرش. لكن انت ناقص باللغه الفرنسويه ماشي مشكل. علاش هم كان ناس اللي قاريين الفرنسيه في الجزائر كان ناس اللي عندهم مستوى جامعي. روح قال خويا جبت لي لارتيك 21-14 فهمني سي كوا واش يحب يقول. تروح للكود سيفيل لارتيك 21-13 اخويا فهمني كاين ناس اللي يقدروا يفهموك. تروح للسيبر كان تلقى الناس اللي قاريين بالفرنسي يفهموك في هاد الامور هادو الكل خير ما تقعدوا هوام انتم تدوروا تدوروا تدوروا. استنى نسقسي هذا استنى نسقسي هذا. سيرتو الناس واحد موش فاهم حاجه ويعيطوا لي في التليفون يقول لي استاذ اعطي لي التليفون تاعك باش نفهمك في حاجه اللي هو موش فاهمها. هذه والله غير يعني حبست لي المخطعي كيفاش راح يفهمني في التليفون بدون وثائق بدون. اي واحد موش فاهم حاجه لازم يكتب. نتوما غدوه كي تروحوا تتصلوا على افوكا تاع فرنسا تطلبوا منه تطلبوا منه دي كونساي ولا تحبوا ديروا دراسه تاع ملف يا اخي تبعثوا له الملف بار ايميل وتزيدوا تكحوا له 300 يورو. هذه تسمى 300 يورو هذه حق دراسة تاع الملف تاعك. حنا الدراسة هادي رانا نديرو فيها بلاش. وهاد الناس هادو اللي راهم قاعدين يعكسوا فينا ويقولوا باللي رانا نهضروا في الزهر هادو ما ساعدتهمش. كيفاش هذا يدير لهم انستركسيون غراتوي. ونزيد نوضح لكم حاجة راهم اتصلوا بيا دي زافوكات تاع الجزائر نعم وجاو عندي انا زعما باللي شغل اللي يديروا كيف كومون نابيل سا اون نابيل سا شغل مفاهمه تاع لا مافيا. لا وعدي قالوا لي اخويا احنا نو سوم دي كونفرير وكلش ناس الوقت هذا حابين ياكلوا الخبز على ارواحهم وكلش ماذا بيك نقص ما تزيدش تهضر على الامور هادو. عندك قوانين موجودين في الانترنت اللي حاب يفهمك تفهمه وخلاص. يفو با تحل لهم العين يفو با تنعت لهم الضوء ان فو با تقول لهم بلي اتونسيون هذيك ستوني سكروكري اتونسيون هذيك يا ما جلي زي رونفوي. كان حتى اللي اتصلوا بيا يقول لك نخدموا مع بعضنا نو انا جو نترافاي با بيك لي زيسكو داكور. قلنا هضرنا على الارتيك 21-14 وهضرنا على الارتيك 26-3 ها 26-3 موجود لهنا
Ah, code civil, bon, etc., etc. L'acquisition de la nationalité française, l'article 21-2. Ouanna. Attendez voir. Bon. Ouanna 21-13. Z. L'article 30 du Code civil. L'article 30 du Code civil est de Wishigul. Égal, c'est au demandeur dont la nationalité est en cause d'apporter la preuve qu'il est français. Oui, khalik. Mais là, qui est qu'on a l'acte de naissance à Nantes? Oui, j'ai oublié le mot Où est-ce que تهز النقمة تاعك تبعثها لا سو ديريكسيون تقول لهم اعطيو لي البيان باللي هذا الانسان هذا اللي مسجل في السيرفيس سنترال ديتا سيفيل دو نوت باللي عنده الجنسية كي يحطك في ثقيل ما يجاوبكش مدة شهرين هذيك ساعة واش دير تروح تشكي به امام المحكمة الإدارية قالك انا راني سألتهم ما حبوش يجاوبوني هذيك ساعة الجوج تاع المحكمة كي يحكم الملف تاعك هو اللي راح يأمر وكيل دولة قال انتوما سيدة دا شكا بكم باللي ما حبيتوش تعطيو له البيان تاع الجنسية عندك شهر في يديك لا نوفيل سي كو وكيل دولة في شهر لو كان ما يجاوبش يعطيو له شهر في يده لو كان ما يجاوبش للعدالة واش الوضعية تاع الإنسان هذا بالنسبة للجنسية الفرنساوية هذيك الساعة واش راح يصرى الجوج يولي يدير لك حكم باللي عندك الجنسية سما سايي سي بون لافيغ لا ايتي ريغلي بصح هاد الأمور هادو الكل لازم تطعن لا سو ديريكسيون ولازم تتصل بلا كادا باش هذيك الساعة تولي تروح للمحكمة الإدارية دونك كل واحد وزهرو كان اللي تقعد له 4 شهر كان اللي تقعد له 6 شهر بس ما تفوتش عام ماكسيموم سي اون اني هذه الطريقة الوحيدة اليوم لي باش الإنسان يقدر يجيب البيان باللي الجنسية الفرنساوية تاعو بقات ما تنحاتش باللي سي ان فرونسي دو تروا كوما علاش بزاف الناس اللي عيطوا لي يقولوا لي حنا عندنا القمي تاع نون سي اون بروف دو ناسيوناليتي وي داكور راني معاكم اللي عنده نقمة مسجلة في لو سيرفيس سنترال ديتا سيفيل النقمة هذه ما تسجلتش وحدها Déjà, le service central d'état civil, oui, chez Gaulle. Et Gaulle, nous ne sommes compétents qu'à l'égard des ressortissants français. Menjia. Ou Menjia, le port de la nationalité, il Gaulle, que ce n'est pas une preuve. Mais l'Inta, Bachelder l'homme Hajar of Sabat, Atlab la preuve, a dit, mais Nandam Homabed, qui m'a dit au Bouch, ou de Tchahri, un des Klakada. Qui m'a dit au Bouch Klakada, un des Klakada, un des Klakada, un des Klakada, un des Klakada, الوزير الداخلي باش يعطيك البيان تاعك في حالة وان ما يعطيكش البيان تاعك في مدة شهر هذيك ساعة يعطيو لك ان جوجمون هذاك شغل هذاك هو السي ان اف تاعك هذيك ساعة ما عادش تكسر راسك نجم تطلب نجم تطلب اكسترا اكسترا ولا هذه هي دونك اي واحد عنده اسئلات يحب يتصل بينا في هذا الموضوع هذا راني موجود وبربي ان شاء الله اليوم راهي 10 تاع الصباح L'Achia, nous sommes le 11, nous sommes le 12 aujourd'hui, oui. Nous sommes le 12, donc, samedi 12 février, il est bientôt 10h, je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour un live à partir de 18h, Inch'Allah. Et je vous dis à très bientôt. Tallah ou fir wahkom. Ou matensaou cha khawti. Had les vidéos, hadou les ranin derfihom. انتم راكم استفديتوا بهم حليتوا عينيكم بس ماذا بكم بارتاجيو لو كونتوني خاطر ماش انا راني مبلوكي في لي ريزو سوسيو كامل اللي راه ابوني عندي هاو يعلم بالحوايج هادو اللي موش ابوني عندي وتلقاه ابوني في بلايص اخرين ما يقدرش يطلع لي فيديو هادو لو كان ما اتصلتش بيه انت وتقول له تفضل الارواح هاو وين اجي وين تلقى المعلومات دو بروميير مان دونك أول حاجة ماذا بيك يفو سابوني على شان ثاني حاجة ماذا بيك بارتاجيها سواء تبارتاجيها في تيك توك ولا تبارتاجيها في انستغرام ولا المهم يفو بارتاجي لو كونتوني دون تو لي ريزو سوسيو
Voilà, je compte sur vous, Naoul Alikoum. Inch'Allah, j'espère que tout se passera bien pour la majorité des personnes qui sont à la recherche de vraies informations. La vraie information. Donc, Tallahu fi rouahkom, assou rouahkom, wassalamu alaikum.